اذا انا بالنسبه ليا جبران الدور اللي كيقدم دور كان مهم في وسط ميدان السي محمد. شوف جويعه لعب الكره ولعب الكره دائما في اي فريق انت محتاج لواحد اللي كيلعب الدور ديال المدرب وسط ميدان كيكون قائد اللاعب اللي يلعب الكره بزاف اللي كيحظى بالاحترام تاع اللاعبين وهنا كيبدا يفكرك لانك في اي فريق كيكون مكون من ثلاثه الاجيال ياك ولا لا؟ بطبيعه الحال جيل اللي كتكون عندهم 19 20 21 عام هنا كتقول حيمود هذا كتلقى جيل اللي شويه عنده الخبره وصل 28 وكتلقى لاعبين اللي تزوجوا 30 عام الدور عاده كيكون ديال هذوك اللي فاتوا 30 سنه لان كتكون عندهم المباريات كثيره والتجارب كثيره فهو كيلعب الدور كيتكلم تواصل مع اللاعبين تواصل اجي انت انتبه انت فهذا شيء مهم جدا ما معناش انه الوداد ما كتخسرش لما كيكون لعب جبران راه خسرات الوداد مباريات مع جبران لكن في مباراه بهذا الشكل كانت محتاج لاعب بالخبره ديال جبران اللي غيوجه اللاعب لانه تعرف مع الضجيج وسط الملعب راه عاده ما انتبهتوش لواحد النقطه البارح المدرب ديالهم مكوينه لما اللاعب غيدخل عطاه ورقه باش يديها اللاعب علاش؟ تقدر تجاوبني علاش؟ لانه وسط الضجيج الملعب مابقاش كيتسمع باش يبدا يغوت ويعيط خاصو هاك الدين هذاك بانه خاصو كذا واش فهمتي؟ اذا هنايا كنرجع وكنقول بانه لاعب بالشكل ديال جبران بالشكل اللي عليه وبالفعل هنايا ايضا عجبني الوليد الركراكي لانه جبران كان غاب على الفورما فما ناداش ما كان عايش الان عيط له هنا كتبان لك بانه راه كاين زعما كاين واحد العدد يعني من بعد الانتقادات اللي تعرض لها على اساس الانتقادات اللي كانوا بالفعل انه شوف كتكون الفورما لما كتكون الفورما ماشي هي هذيك وانت ماشي اساسي فشي طبيعي انه المدرب ديال المنتخب غيختار لاعب اخر.